شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضيه على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري، والارقام تتحدث عن قوه المصالح المشتركه التي تجمع البلدين الشقيقين. منذ الزياره التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في عام 2016، تمخض عنها تطوير اليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديده بين البلدين. ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكولا وذلك في مختلف المجالات. كما أسفرت الزيارة عن إبرام 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وخلال السنوات الماضية ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وحقق أرقامًا تصاعديه كما حافظت المملكه على موقعها بين اكبر الدول المستثمره في مصر وهو الامر الذي حقق منافع مشتركه لكلا البلدين وبالتزامن مع ذلك يقوم الصندوق السعودي للتنميه منذ سنوات بتقديم منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنمويه في عده محافظات مصريه وفي الوقت نفسه تستقبل السوق السعودية سنويا آلاف الأطنان من السلع الغذائية والزراعية والصناعية المصرية وفي هذا الإطار تأتي مصر في المركز الثاني عشر ضمن قائمة الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية كما جاء ترتيب مصر في المركز الحادي عشر ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من المملكة العربية السعودية بينما احتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر سوق خارجية مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2018-2019 بقيمة بلغت 249 مليون دولار أمريكي، لتتوالى محطات التعاون وتعميق العلاقات لنموذج عربي يستحق الإشادة والتقدير.